عم يعطيك مش تبع الخنازير، ما تقلقش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناة فكرة. اليوم موضوعنا هو شرح عن تطبيق قضيتي. هذا هو التطبيق لرؤية المنتجات التي تتحالف مع الكيان والتي لا تتحالف مع الكيان. يعني هو مجرد تطبيق باركود، عند الدخول على التطبيق ستعرض الباركود الموجود على المنتجات. مثلا هذا هو المنتج أمامكم، هذا الرام الموجود هون وراء الباركود، تقوم بقراءته على التطبيق وسوف ترى إن كان التطبيق يعني مع الكيان ولا ضد. خلونا نتابع الشرح مع بعض ونشوف طريقة استخدام التطبيق. نعم أصدقائي، نبدأ الشرح على بركة الله. أولا نتوجه إلى متصفح كروم، ومن ثم إلى علامة تبويب جديدة. هنا سوف نقوم بلصق الرابط، أنتم سوف تضغطون عليه في أول تعليق، من ثم سيظهر لنا بهذا الشكل. سوف نقوم بالضغط على تنزيل، أنا أقوم بتنزيل الملف لذلك لا داعي بأن أنزله مرة أخرى. ثم نتوجه إلى ثلاث نقاط في الأعلى، ومن ثم إلى الملفات التي تم تنزيلها. كما ترون هو أول تطبيق، نقوم بالضغط على تثبيت. اسم التطبيق هو قضيتي. تم تثبيت التطبيق. الآن نتوجه إلى التطبيق، هذا هو. هو مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. هنا عند الضغط على سكان نو نقوم بالنقر على أثناء استخدام التطبيق. حسنا، لدينا هنا ثلاث منتجات. سوف نرى هذا الكود اللي هو موجود هون، نقوم بالقراءة من خلال التطبيق الذي حملناه. حسنا، سوف نعمل هكذا. ها هو يتم القراءة. عم يعطيك مش تبع الخنازير، ما تقلقش. يعني هذا المنتج مو بتاع إسرائيل. مثلا نشوف المنتج الثاني، كمان هذا المنتج بفضل الله تعالى مو للخنازير. نشوف منتج الشاي، هاي أكيد هاي شاي تركية، ما أظن كمان يكون فيها محتوى. مثل ما انك شايف هو هون حطلنا انه هاي المنتجات الموجودة امامنا الان ما لها دخل في المنتجات التي تتصدر من الدول المتحالفة مع دولة الكيان الصهيوني. بالتالي هاي المنتجات ما لها دخل باي حدا من المتحالفين مع الصهيون او حتى الصهيون بذاتهم. هاي هي فائدة هذا التطبيق والباركود بتاعه، انك تقرأ الباركود اي شيء كان موجود وراح يعطيك إذا كان المنتج سليم ولا لا. هاي هي الإشارة. إن شاء الله تعمل فايدة وتنشر التطبيق لأوسع نطاق، ويعطيكم ألف عافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ها قد انتهينا من شرحنا برنامج قضيتي. نتمنى السلامة لأهل غزة، ونتمنى لهم النصر إن شاء الله. اللهم انصر جميع المسلمين، واضرب الظالم بالظالم يا رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.